الموجز الإخباري من القدس.com رام الله فلسطين، أهلا بكم. اقتحم مستوطنون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة. ذكرت صحيفة هآرتس أن إسرائيل تعهدت أمام الولايات المتحدة لمنح معاملة مماثلة للأمريكيين من أصل فلسطيني على المعابر الحدودية مقابل موافقتها على انضمام إسرائيل لبرنامج الإعفاء من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون في هجوم استهدف نقطة أمنية بأحد المقار الانتخابية في كركوك شمالي العراق. مع استمرار وتيرة الحرب في سوريا، ترددت مؤخراً اتهامات للحكومة السورية باستخدام غاز الكلور السام في استهداف المدنيين، وذلك في أعقاب فشل مؤتمر التسوية السياسية جنيف 2. وأخيراً تسلم علي نيفا ابن بلدة شويكة في طول كرم، وهو بروفيسور فخري في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا قسم العلوم والميكانيكا الهندسية وسام فرانكلين بنيامين عن العام في الهندسة الميكانيكية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.